اليوم بغيت نقدم لكم وصفة للنقط السوداء. بزاف النساء كيعانوا من النقط السوداء في الأنف ديالهم وحتى في الوجه ديالهم، يعني في البشرة ديالهم اون جينيرال. اليوم غنبروبوزي عليكم وصفة نتيجة ديالها كتبان فورية، ديك الساعات ملي كنديروها كتبان النتيجة. اللي نوصي عليه هو أن المداومة خصها تكون في هاد الوصفة، والفوائد بحكم الفوائد اللي فيها انها زوينه وغنيه بالفيتامينات اللي كتحتاجهم البشره ديالنا. دابا ندوزو للمكونات ديال الوصفه. المكونات هو لو مارك دو كافي، يعني التخت ديال القهوه. كنطيبوا القهوه وكناخذوا ديك التخت ديالها. الا كان غير متوفر، يعني كاين السيدات ما كيلقاوش فين يطيبوها، ياخذوا غير القهوه عاديه. كنحتاجوا البيض ديال البيضه، من الاحسن تكون بيضه بلديه. الا ما كانتش بيضه بلديه نقدروا نستعنوا بالبيضه العاديه. وكنحتاجوا المعلقه ديال ياغورت مسوس. دابا غادي ندوزو لتطبيق الوصفه على الموديل ديالنا امل، وغنشوفو كيفاش طريقه ديال التطبيق ديال الوصفه وكيفاش نقدو نحيدو لو ماسك ديالنا، وديك الساعه تقدو تشوفو معنا النتيجه النهائيه. بعد ما طبقنا الماسك ديالنا على الموديل ديالنا، قلنا فيه القهوه، كيف كنعرفوا على ان القهوه كتنشط الدوره الدمويه في البشره ديالنا، وفي نفس الوقت كنحتاجوها بحال تقشير للوجه، يعني كوم ان غوماج، وفي نفس الوقت كتحيد لينا لي بونوار. في هذه الوصفه قلنا درنا قهوه مطحونه، درنا معها بيض بيضه، ودرنا معها ياغورت مسوس. كيف كتشوفوا معايا تطبيق الماسك كيكون على هذا الشكل. كنتفاداو لو كونتور دي زيو، يعني تحت البلاصه فين كاينه الهالات السوداء كنخليوها، وكنطبقوه على هذا الشكل هذا. كدوز 10 دقائق من بعد كنغسلوه. طريقه الغسل اننا كنبداو من تحت الفوق، وحنا كنديروه على حركه دائريه، ومن بعد كنغسلوه بالمدافي ونعاودوه بالماء بارد باش يتغلقوا لينا المسام ديالنا. من بعد ملي كنغسلوا لو ماسك ديالنا، النصيحه ديالي للسيدات هي ان يطبقوا الكريم ديالهم المرطب، يعني كل سيده والبشره ديالها. يعني كريم الا مثلا سيده عندها البشره دهنيه دير الكريم مناسبه للبشره الدهنيه، والا عندها البشره جافه غدير كريم للبشره جافه. في حاله ما كانتش متوفره الكريم ديالنا المرطبه، نقدروا نستعينوا بزيت، زيت اللي كيناسب البشره ديالنا. نعطيكم مثلا باغ اكزومبل زيت المشماش كيصلح للبشره الدهنيه، نقدروا نرطبوا به الوجه ديالنا وبالصحه والراحه.